طقس لطيف شمالا ودافئ في باقي المناطق، مع استمرار للاضطرابات الجوية بمشيئة الله وأمطار على أجزاء من الوسطى والشرقية، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. في تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، نشاهد هنا خرائط الهطولات المطرية. من المتوقع بمشيئة الله خلال نهار يوم الجمعة أن تكون هنالك فرص للأمطار على شمال المنطقة الشرقية وأيضا على شمال المنطقة الوسطى وأيضا في الجبال الجنوبية الغربية من المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله، ولا يستبعد أن يكون هنالك بعض السحب الركامية التي قد يتخللها بعض هطولات مطرية من أجزاء من الرياض وأيضا أجزاء من المناطق الشرقية بمشيئة الله خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وفي هذه الليلة وفي العاصمة الرياض أجواء غالبا غائمة، طقس يصل درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض فرص لزخات أمطار رعدية بمشيئة الله يوم الجمعة، تكون درجة الحرارة نهارا 28 إلى 17 درجة مئوية ليلا، يوم السبت غيوم متفرقة 27 نهارا إلى 18 ليلا، ويوم الأحد أيضا فرص جديدة للأمطار 25 نهارا إلى 18 درجة ليلا. ومن العاصمة الرياض وانتقالا إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، سكاكا 24 إلى 12، عرعر 23 إلى 11، وفي تبوك 24 إلى 12 درجة مئوية وأجواء مشمسة في تلك المناطق. مكة المكرمة 33 إلى 22، المدينة المنورة 30 إلى 18، جدة 30 إلى 24، فرص لزخات أمطار رعدية 24 إلى 15 في الطائف بمشيئة الله. فرص لأمطار رعدية وأمطار رعدية بمشيئة الله في أبها من 18 إلى 12، في الباحة كذلك الأمر من 18 إلى 15، وفي جازان فرص لأمطار رعدية أيضا من 29 إلى 26 درجة مئوية في ساعات المساء بمشيئة الله. في الدمام 32 إلى 21، في الإحساء 33 إلى 19، أجواء مشمسة في حفر الباطن من 22 إلى 14 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى. أمطار رعدية في الرياض من 28 إلى 17، في بريدة 23 إلى 12، أجواء مشمسة وكذلك الأمر في حائل من 20 إلى 11 درجة مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.